نرجع تاني بقى ونخش نتكلم شوية في الفنيات. من وجهة نظرك في تاني أسبوع، من الفريق الأفضل فنياً؟ والله بص، الزمالك لعب على سطر وساب سطر. يعني بس اخذ 6 بونت، اخذ 6 نقط بس. النهارده الزمالك كان وحش قوي بصراحه، يعني بس مز الفرق الكبيره ان لو مش في افضل حالاته ياخد 3 بونت. ماشي، بس النهارده الزمالك كان وحش قوي. يعني بجد من اوحش الماتشات اللي شفتها للزمالك في حياتي الشوط الاول. مش ممكن المس باس، مش لعيبه الزمالك اللي تضيع الكوره كده. كابتن، الناس بتقطع الكوره بقى، مفيش 3 باصات الكوره بتكون راحت لسموحه. ده مش لعب الزمالك. فالزمالك كان يعني النهارده يحسب لجوميز ان هو عرف يكسب في ظروف صعبه، ولكن مليون علامه استفهام على اداء بعض اللعيبه في نص الملعب. ما ينفعش تبقى لعيبه نادي الزمالك بتفقد الكره بعد كورتين وبعد 3 كور. كابتن عصام، يعني انت النهارده انت بتتكلم كوره، امبارح الناس بتقول الاهلي لعب الشوط الاولاني كويس قوي وزد الشوط الثاني كان كويس، صح؟ تمام، وان الفرقتين كويسين. لا، بس الاهلي في عز وحشته بينقل كوره، بيلعب كوره، بيلعب بشخصيه فرقه كبيره. انما الزمالك النهارده ما لعبش بشخصيه فرقه كبيره، صح ولا ايه رايك؟ ده حقيقي. هو النهارده فاز من يستحق؟ مين؟ لا ده طبعا فاز من يستحق، طالما ان مفيش اخطاء تحكيميه فجه او حاجات واضحه ففاز. لا، اكيد في اخطاء تحكيميه برضه، ما احنا اتكلمنا مع بعض. الجون الثاني الاوفسايد، ممكن في اخطاء تحكيميه برضه في الجون الثاني. بس بصراحه لازم احيي احمد سامي، لان بجد انا بحب احمد سامي، لانه مدرب شجاع ومدرب يعني بيلعب بجرأة كبيرة. هو قال كده في التصريح دلوقتي، هو بيتكلم معايا قال لي كده، قال انا مش جاي ادافع ولا لا لا لا, 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 لا بجد، يعني عشان برضه ما ننتقصش فعلا. سموحة لعبوا ماتش كبير.